مر وقت طويل على آخر جهاز عدلت شكله في القناة واللي كان بلايستيشن 5 سبايدر مان، وصح أني تعذبت فيه كثير بس على كلامكم طلع خرافي. قبل فترة فكرت أعدل بلايستيشن 4 وأعمله خشبي، وهاي الفكرة أجتني لما كنت في المكان المخصص للأفكار، أنتوا أكيد عارفينه. وبحياتي عملت كثير أشياء غبية، بس هاي كانت أغبى إشي فكرت فيه طول حياتي، وبهالفيديو رح تعرفوا ليش هو إشي غبي مع إنه المفروض يكون إشي حلو مميز. معكم صالح أو حسموس، وخلينا نبدأ الفيديو. بالاول كان لازم احط خطة، والمفروض انها راح تكون خطة بسيطة، بنجيب البلايستيشن 4 وبنحط عليه خشب وخلصنا. بس غلط، لانه الموضوع طلع اكبر من هيك بكثير، وانا كنت مفكره بسيط. هسا عشان اعمل الاشي اللي في بالي كنت محتاج شوية اشياء زي كفر بلايستيشن 4 جديد، لانه ما راح نشتغل على الكفر الاصلي، وكمان لاصق من جميع الانواع لاني ما كنت اعرف ايش راح يزبط معي وايش اللي ما راح يزبط، وكمان تيب ورق، وما راح انسى الجرعة العالية من الكافيين لانه الموضوع كثير كبير، والأهم منهم كلهم قشرة الخشب، لأنه ما راح ينفع نصنع كفر لبلايستيشن كامل من الخشب. وقشرة الخشب هي عبارة عن خشب طبيعي بتم قصه بسماكة قليلة جدا، وبتركب على الأخشاب الرخيصة عشان يعطيها شكل الأخشاب الغالية بدون ما تدفع ثروة على الخشب. وهي الطريقة بيستعملوها الناس بأغلب الأثاث الخشبي. يعني الفكرة كانت إنه أركب طبقة من الخشب على الكفر. اشتريت كل الأشياء ما عدا القشرة، ما كنت عارف من وين أجيبها، فبديت رحلة البحث عن القشرة لحد ما حصلت تاجر كبير وطلبت منه قطعة صغيرة، بس هو أعطاني رول كامل وما رضي يأخذ مني فلوس. روحت وكنت مبسوط عليها وما كنت عارف إيش اللي راح يصير بعدين. ولما وصلت البيت وفتحتها كان حجمها عملاق، فقصتها لقطع أصغر عشان أعرف أتعامل معها، وأخذت منها قطعتين بحجم البلايستيشن 4 عشان أطبع عليهم بالليزر، وكمان قصت قطعة صغيرة عشان أحفر عليها بأس فلور أسني عشان الواجهة، والقطعة الثانية الأكبر حفرت عليهم اللوجو تبع بلايستيشن، وهيك طلع شكل القطعة الكبيرة، وهي كمان القطعة الصغيرة، وشغلهم كان احترافي. عشان أبدأ تركيب استعملت لاصق اسمه آجو بيستعملوه للجلود والتنجيد، دهنت على قطعة الواجهة طبقة خفيفة وتأكدت إنه مكانها صحيح وركبتها، وبس نشفت جبت مشرط وقصيت الزيادات، وهيك طلع شكل الوجه. ووصلت لمرحلة الكفر وكنت متحمس، فعملت في جروح بالمشرط عشان اللاصق يوصل جواها، وحطيت عليها من نفس المادة ووزعتها منيح، وبعدها ركبت القشرة وحاولت أمسح عليها عشان تركب منيح، وهي النتيجة اللي طلعت معي، وطلع فيه كثير مشاكل، وهم فقدت الأمل نهائيا وحطيته بالدرج حتى إشعار آخر أو يعني للأبد. طلعني بالله عليك طلعني، صار لي 7 شهور بالدور. ورجعت اكمل شغل فيه بعد 7 اشهر، وانا اصلا ما توقعت اني ارجع من كمية الصعوبة اللي فيه. وبالاول فكيت اللي ركبته اول مرة واخذ مني وقت كثير، وجبت قطعة قشرة ثانية وقصتها بنفس الحجم، وهاي المرة ما حفرت عليها بالليزر وخليت الحفر للاخر بعد التركيب، حطيت اللاصق وفردته منيح، وبعدها ركبت الكفر فوقه وحطيت عليه اشياء ثقيلة لثاني يوم، وهيك طلع شكله، وهاي المرة كانت بدون عيوب. وبعدها هجمت على الكفر الثاني، حفيته وعملت فيه جروح، وبعدها شلت علامات البلايستيشن البارزة بالمشرط عشان ما تعمل مشاكل بالتركيب، ونفس الاشي دهنت لاصق على القشرة، وبعدها كبست الكفر عليه وحطيت فوقها اشياء ثقيلة لثاني يوم. وبعدها جبت قطعة قشرة صغيرة وقصت فيها اماكن الازرار، وبهاي المرحلة بلشت استعمل السوبر جلو لانه اسرع بكثير من الاجو، وبعدها كملت كل الاحرف والجوانب بنفس الطريقة. وبعد التركيب كان لازم أقص كل الزيادات بالمشرط، وآخر قطعة عملتها كانت غطى الهارد ديسك. هي ما كانت صعبة بس لأنه سماكتها قليلة كنت أخاف تخرب معي، وبالنهاية زبطت. وبعدها حفيت جهتين الكفر بورق حف درجة 150 لحد ما هيك طلعوا معي وصاروا جاهزين عشان أدهنهم. وإجا وقت خلط الدهان، وهون استعملت دهان مائل للخشب وبيجي بدون أي ريحة، حطيت 60 جرام منه و6 جرام من الهارد نار يعني 10%، وبدون الهارد نار مستحيل انه الدهان ينشف، واستعملت سفنج صغيرة بعملية الدهان ودهنت كل جهة من الكفر مرتين عشان يصير ناعم. وتركتهم لثاني يوم عشان ينشفوا، وثاني يوم فكرت اني اطبع عليهم بالليزر، بس شكل الخشب عجبني وما حبيت اخرب شكله، فقررت اني اطبع لوجو البلاي ستيشن على زاوية الكفر، فرحت للمحل وشرحت له الفكرة وبدأ فيها شغل.
وبالنسبة لأسفل الجهاز قررت أعمل لوجو البلاي ستيشن مع قواعد صغار من الإكريليك عشان الجهاز يضل مرفوع شوي، وبس خلصنا هيك طلع الشكل النهائي. طيب ليش هاي الفكرة كانت غبية؟ أول سبب إنه الفكرة أخذت وقت وجهد كبير بالشغل، وكان ممكن أستثمر هالوقت والجهد بفيديوهات أكثر، وكمان التركيب كان صعب، وأصعب إشي بالتركيب كانت الزوايا بسبب تصميمهم، واضطريت إني أعيد تركيب القشر بهاي الأماكن أكثر من مرة. بس على جميع الأحوال هاي نوعية من الفيديوهات هي المفضلة عندي لصعوبة تقليدها، يعني هي مش نقل سكريبت وخلص، ولازم تتعب عشان تعملها. وهل بتشوف إنه الشكل يستحق التعب أو لا؟ وكم بتقيمه من 10؟ اكتب لي بالكومنت، ويا ريت يا إخوان لو تشيروا الفيديو لأنه هيك نوع من الفيديوهات صعب يطلع. يلا سلام.